بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في بكالوريا 2008 شعبة العلوم التجريبية للموضوع الثاني. إذا ننطلق على بركة الله. إذا عندنا الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد المتجانس أو إي جي كا، نعتبر المستوي بي الذي معادلته ها هي أمامكم. قال وأعطانا ثلاث نقاط، قال تحقق أن النقط A و B و C ليست على استقامية، أو يأتينا بصيغة أخرى هذا السؤال، أثبت أن النقاط A و B و C تعين مستويا. يعني لاحظوا جيدا، معناه حتى تكون هذا الشعاع، لاحظوا جيدا إلى هذا الشعاع وهذا الشعاع يكون أبنائي يعين مستوي. ما معنى يعين المستوي؟ معناه يمكن أن نقول أن يوجد هنا مستوي يحوي هذه النقاط. هكذا لاحظوا، ها هو هذا المستوي مثلا، دققوا، هكذا ها هو مثلا هذا المستوي، سمي هذا المستوي، نسميه إذا كان هنا شعاع A وهنا B وهنا C، يعني هذا الثلاث نقاط الـ A والـ B والـ C تعين مستوي. يجب عليها ماذا؟ عليها أن لا تكون مثلا على هذا المنوال، يعني يجب أن تكون ليست على استقامية. إذا كانت نقطة A هنا ونقطة B هنا ونقطة سي هنا، ماذا تعينان هذا؟ ماذا تعين هذا الثلاث نقاط؟ أكيد سوف تعين مستقيم. إذا حتى تعين مستوي يجب أن تكون النقط ليست على استقامية، معناها الأشعة. إذا حتى تكون النقط A و B و C ليست على استقامية، لاحظوا أبنائي، أو يعني بصيغة أخرى تعين، كذلك تعين مستوي، لاحظوا أبنائي تعين مستوي، يجب أن يكون AB شعاعيا يساوي لا يساوي لا يساوي تابع K في AC بهذه البساطة. إذا AB لا يساوي، إذا كان يساوي فالنقاط في استقامية تعين مستقيم. تابعوا نقطة بنقطة أبنائي كي تتم العملية. إذا سوف نأتي بالنقاط، ها هي النقاط أبنائي A B C، ها هي أمامكم، لاحظوا بهذه البساطة أبنائي. دائما في الهندسة الفضائية يعني الأفكار ليس صعبة، لكن الحساب احذروا منه. إذا ماذا نقول؟ نقول A B ثم هكذا، النهاية ناقص البداية. قلت النهاية ناقص البداية، إذا هذا ناقص هذا اللي هو 3 ناقص 2 واحد، ثم 2 ناقص 0 كم؟ 2، ثم 0 ناقص 1 معناه ناقص 1، هذا الـ AB. الآن نأتي إلى الـ AC، لاحظوا فيما يخص الـ AC كذلك نطابق، تصبح هذا ناقص هذا ناقص واحد ناقص اثنان معناها ناقص ثلاثة، لاحظوا ثم هذا ناقص هذا يعني ناقص اثنان ناقص صفر يعني ناقص اثنان، ثم هذا ناقص هذا اللي هو اثنان ناقص واحد كم؟ واحد. ها هي مركبتا أشعاء بي. الآن نتابع هل تلك النسبية موجودة أم لا. هنا يوجد طرق عدة وعديدة، لكن دائما أحذركم أبنائي، لاحظوا سوف نكتب هنا المركبات واحد اثنان ناقص واحد، والمركبات الأخرى اللي هي ناقص ثلاثة وناقص اثنان وواحد. قلنا كيف نثبت أن ذلك؟ أن يوجد، إذا وجد ك ثابت ثابت، لاحظوا أبنائي، بين هذه الأعداد فالأشعة مرتبطة خطيا. كيف نفعل؟ لو نقسم هذا العدد أبنائي على هذا العدد كم نتحصل؟ أكيد سوف نتحصل على ناقص ثلاثة. ركزوا هنا أبنائي، لو نكتب هنا تلك الناقص ثلاثة في هذا المكان والناقص ثلاثة في هذا المكان، ركزوا أرجوكم، ونبدأ نقول واحد في ناقص ثلاثة كم؟ ناقص ثلاثة. إذا العلاقة الأولى تحققت. الآن اثنان في ناقص ثلاثة كم في الأصل؟ ناقص ستة، لكن لاحظوا كم هنا اللي هي ناقص اثنان، هل حققت؟ لا. ومنه لا يوجد، لا يوجد ثابت ك يحقق ماذا؟ يحقق أنه AB
يساوي كا في آسي. في آسي يعني لا يوجد. بما أن لا يوجد معناه يصبح كأنما آ بي لا يساوي كا في آسي، معناه لا يوجد تلك الثابت. ومنه ماذا؟ ومنه الأشعة غير مرتبطة خطيا، أي النقط آ وبي وسي ليست على استقامية، فهي تعين مستوي بهذه البساطة. لاحظوا جيدا هنا أبنائي، لأن فيه طلبة. لو نلاحظ إلى هذا المثال، إذا قيل هنا U مركباته جذر 3 0 0، وجاء شعاع آخر V مركباته جذر 5 0 0، لو قلنا هل هذه الأشعة مرتبطة خطيا أم لا؟ الكثير هنا يقول إنها ليست مرتبطة خطيا، لكن يا أبنائي ما هو الارتباط الخطي؟ الارتباط الخطي أن نقول U يساوي K في V، إذا وجدت تلك الثابت نقول أنه يوجد ارتباط خطي. ما رأيكم أبنائي لو نقسم جذر 5 على جذر 3؟ جذر 5 على جذر 3 كم؟ تصبح جذر 5 على جذر 3. لو نضرب، لاحظوا، لو نضرب هذا الآن في هذا اللي هو جذر، لاحظوا تابعوا أبنائي، لو نضرب مثلا قلت هذا في هذه اللي هي جذر 3 في جذر 5 على جذر 3، كم تعطينا؟ تعطينا جذر 5. لماذا؟ لأن تصبح جذر 3 في جذر 5 على 3 على جذر 3، يختزل هذا مع هذا، كم تعطينا؟ جذر 5. إذن الأولى حققت، الأولى حققت. تعالوا نكتب نفس النسب اللي هي جذر 5 على جذر 3، وهنا نكتب جذر 5 على جذر 3 ونلاحظ هل تحقق أم لا. لاحظوا الصفر في جذر 5 على جذر كم؟ صفر. وهنا جذر 5، الصفر في جذر 5 على جذر كم؟ صفر. إذا حققت يا أبنائي. إذا هنا الكا كم يوجد؟ اللي هو جذر 5 على جذر 3 بهذه البساطة. إذا هنا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن U يوازي يا أبنائي V. إذا احذروا من هذه الأشياء. إذا لماذا؟ لأن يقول أحدكم، لأن نحن تعلمنا أن نقول مثلا، علمونا أن نقول جذر 3، نقول جذر 5 على جذر 3 هل يساوي 0 على 0 ويساوي 0 على 0. يا أبنائي هذه أولا لا توجد في الرياضيات، اللي هي حالة عدم التعيين. لهذا هذه هي الطريقة، هل يوجد ثابت؟ إذا كانت مثلا هنا عندنا واحد، هنا واحد أكيد هنا غير مرتبطة خطا. لماذا؟ لأن الصفر في جذر 3 جذر 5 على جذر 3 يساوي لنا صفر، وهنا كم أبنائي؟ واحد. إذا هذا الشعاع U لا يساوي K في V، إذا الأشعة غير مرتبطة خطيا. إذا لهذا أحذركم أبنائي، هذه هي العمل عن الأكثر صحة، تلك النسبية. الآن بعد ما أكملنا مع تلك سوف نأتي، سوف نكمل كذلك مع السؤال الذي بقي معنا. نتابع، لاحظوا، إذن بعدما أكملنا مع هذه الأسئلة سوف نأتي للسؤال الذي بعده. قال ثم بين أن هذه المعادلة الديكارتية، أعطينا معادلة، لاحظوا ها هي المعادلة أبنائي، هذه هي المعادلة التي أعطيت لنا، وقال أثبت أنها هي، وبين أن المعادلة الديكارتية المستوي A ب C هي. نقول أولا، بما أن أولا سوف نقوم بتعويض الإحداثيات، تعالوا نعوض كل نقطة بما يساوي. إذن هنا في ماذا تعطيكم؟ تعطينا صفر لأن لا يوجد الإكس. لاحظوا، لاحظوا استعجلت، هنا في الأصل إكس، يعني يصبح إثنان في صفر لأن الإكس لا يوجد. ثم لاحظوا هنا في هذا المكان ليس، إذن هنا لاحظوا كم تصبح لنا؟ زائد ماذا؟ لاحظوا جيدا، زائد صفر. ثم هذا في هذا كم؟ زائد اثنان في واحد ناقص اثنان كم؟ صفر. إذن A تحقق، إذن A إحداثيات A تحقق المعادلة، جعلتها تساوي الصفر، هذه الأولى. نأتي الآن إلى الـ B، عوض الـ A لا يوجد، إذن هنا الإكس لا يوجد، إذن صفر. ثم هذا في هذا زائد اثنان،
ثم هذا في هذا زائد صفر ناقص اثنان تساوي صفر. إذا كذلك إحداثيات البي حققت إحداثيات البي حققت المعادلة هكذا. نأتي الآن إلى النقطة سي، كذلك هي نقطة سي. إذا هنا تصبح ناقص واحد في صفر لأن الإكس لا يوجد، وهنا كم؟ ناقص اثنان، وهنا لاحظوا كم؟ يصبح لنا زائد ماذا؟ لاحظوا زائد أربعة ناقص اثنان يساوي كم؟ صفر. إذا كذلك إحداثيات السي حققت المعادلة. إذا ماذا نقول؟ نقول بما أن إحداثيات النقط A و B و C حققت المعادلة، والنقط A و B و C تعين مستوي لأنها ليست على استقامية، لاحظوا، فإن المعادلة ما هي المعادلة أبنائي؟ إي جراج ناقص اثنان زائد اثنان زاد ناقص اثنان تساوي الصفر، هي معادلة A B C بهذه البساطة. يا أبنائي ليس تحقيق أن الإحداثيات تحقق المعادلة، احذروا، إذا كانت الإحداثيات تحقق المعادلة معناه هذه وهذه وهذه حققت المعادلة معناها جعلتها تساوي صفر، معناه أن النقاط تعين مستوي، احذروا، لأن يمكن أن تحقق المعادلة لكن هي على استقامية. هل هذه تصبح هو معادلة ولا لا؟ هذه تصبح معادلة لمستقيم. إذا كانت النقط تن تحقق الشرط الأول والثاني ليست على استقامية فهي تعين مستوي، وهذا المستوي هو هذا المستوي الذي هو إي جراج زائد اثنان زائد ناقص اثنان بهذه البساطة المطلقة. الآن بعد ما أكملنا، إذا قال السؤال الذي بعده تحقق أن المستويين بي وآ بي سي متعامدان. دققوا أرجوكم هنا في الشكل. إذا كان عندنا هذا مستوي وهذا مستوي آخر، ها هو مستوي آخر، هذا هو المستوي الآخر، تابعوا، ها هو مستوي آخر، هذا عنده شعاع ناظم هكذا، وهذا عنده شعاع ناظم هكذا، تابعوا جيدا، لاحظوا، إذا ماذا يصبح أبنائي؟ يصبح إذا قلنا هذا هو المستوي ABC وهذا هو المستوي ماذا؟ P. إذا هذا الآن P وهذا الأخضر هو N ABC شعاع ناظمي. حتى يكون إذا حتى يكون P يعامد ABC، لو تدققوا جيدا كيف هي الوضعية بين الشعاعين يا أبنائي، ها هي أمامكم كما أشير هنا كيف هي، إن المستوي إن شعاعين متعامدان، أي N P سلمي N A B C كم أبنائي؟ يصبح يجب أن نجده يساوي الصفر، لأن حتى يكون متعامدان معناه الشعاعان كذلك متعامدان معناه الجداء السلمي كم يوجد؟ يوجد لنا صفر. إذا ماذا نقول؟ تصبح لنا سوف نضع مركبات البي مركبات ام بي. إذا ها هو المستوي بي، ها هو المستوي لنا بي، ما هي مركباته أبنائي؟ هي واحد واثنان وناقص واحد سلمي مركبات الابسي، ها هي أبنائي، ألا وهي الصفر وماذا؟ وواحد واثنان يساوي هذا في هذا صفر، هذا زائد هذا زائد اثنان في واحد اثنان، وهذا في هذا ناقص اثنان يساوي كم أبنائي؟ يساوي لنا الصفر. إذا ماذا نقول؟ بكل بساطة ها قد وجدنا أبنائي أنهما ومنه P يعامد A B C بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي. الآن
بعد ما أكملنا مع أنهما متعامدان، وبما أنها متعامدان فهما ماذا؟ فهما أكيد متقاطعان، لأن التعامدية أبنائي هي حالة خاصة من التقاطع، يعني تشكل الزاوية قائمة فقط. لهذا قال: ثم عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم تقاطعهما، الناتج عن تقاطعهما، تقاطع المستويين. يعني يريد منا أن نجد تمثيلا وسيطيا لهذا المستقيم الناتج الذي أريكم هنا إياه باللون الأخضر. كيف أبنائي؟ إذن هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية. إذن نقول، تابعوا جيدا، بما أن هذا هكذا، نقول بما أن بي يعامد ABC فهما متقاطعان وفق ماذا أبنائي؟ وفق مستقيم دالتا، هذا الذي يظهر باللون الأخضر اسمه دالتا. متعامدان معناه هما متقاطعان، وليس المتقاطعان هما متعامدان، لكن كل مستويا متعامدا فهما متقاطعان، إلا أن الزاوية تكون 90 درجة. الآن معناه هذه المعادلة أبنائي التي أشير إليها هنا تسمى المعادلة الديكارتية للمستقيم. الآن نريد أن نجد التمثيل الوسيطي للمستقيم. إذن التمثيل الوسيطي لدالتا، يعني الناتج عن تقاطعهما، ماذا نضع؟ نقول بأبسط طريقة، نضع زاد يساوي تي بهذه البساطة. زاد حيث تي وسيط حقيقي، حيث تي وسيط حقيقي. نتابع ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج هنا تي وهنا تي. إذن ماذا ينتج؟ تابعوا هنا، المطلوب هو إيجاد الإكس والإجراج والزاد بدلالة تي. ما رأيكم أن ننقل هذه إلى هذه الجهة؟ ماذا تصبح أبنائي؟ يصبح إجراج يساوي ناقص 2 تي زائد 2. ها قد صلح الأمر، يعني الإجراج صلح أمره. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا الإكس. الإكس هنا أبنائي لو نأتي إليه ما علينا إلا التعويض هنا فقط، يصبح إكس زائد 2 في، نأتي بقيمة الإجراج ها هي أمامكم، اللي هي ناقص 2 تي زائد 2، هكذا أبنائي نلاحظوا، ناقص تي، ها هي ناقص تي زائد 7 يساوي 0. لم أفعل شيء أبنائي، إنما قمت بعملية التعويض لإيجاد الإكس بدلالة التي. سوف نكمل نقطة بنقطة. يصبح إكس ناقص 4 تي زائد 4، أنا أقوم بعملية النشر هكذا، زائد 4 ناقص تي زائد 7 يساوي 0. يصبح إكس، لاحظوا عندنا هذا مع هذا ناقص ماذا؟ ناقص 5 تي، ننقله إلى الطرف الآخر، كم يصبح؟ يصبح 5 تي. وعندنا هذا مع هذا كم؟ يصبح 11، ننقله يصبح ناقص ماذا أبنائي؟ ناقص 11. ها هو الآن التمثيل الوسيطي، اللي هو إكس يساوي 5 تي ناقص 11، وإيجراج يساوي لنا ماذا؟ ناقص 2 تي زائد 2، وزاد قلناه وثبتناه نحن لأنفسنا هو تي، حيث تي أبنائي ينتمي إلى R اللي هو وسيط حقيقي. هذا هو التمثيل الوسيطي لتلك المستقيم بأبسط طريقة ممكنة. الآن بعدما استخرجنا هذا الأمر، كيف نثبت أننا نحن على صواب؟ يعني هذا التمثيل قد استخرج، لكن كيف نثبت، يعني في الامتحان في البكالوريوس كيف نثبت أن نفسي أني يعني لست على خطأ؟ ما علينا، الآن نستخرج الشعاع التوجيهي لهذا المستقيم. ما هو؟ هو القيم المضروبة في التي، هذا وهذا وهذا. تابعوا أبنائي، ما هي؟ هي الخمسة والناقص 2 وواحد. هذا هو التمثيل، هذا هو الشعاع. الآن شرطه ماذا؟ شرط
هذا الشرط كيف نتحقق؟ أنه يجب أن يكون هذا الشعاع التوجيه لهذا المستقيم الذي أريكم هنا يكون عمودي مع على هذا المستقيم الشعاع الناظمي، ويكون عمودي كذلك مع هذا. معناه الجداء السلمي، هذه قاعدة، الجداء السلمي لهذا المستقيم مع الشعاع الأول، إذا قلنا اي سلمي ام بي يجب أن نجده يساوي صفر. تعالوا نجرب، 5 ناقص 2 وواحد سلمي، هذا اللي هو كم؟ 1 2 ناقص 1 تساوي هذا في هذا كم يا أبنائي؟ 5، وهذا في هذا ناقص 4، وهذا في ذا ناقص 1 تساوي صفر. إذا نحن على صواب. نأتي الآن، كذلك يجب أن يكون سلمي مع الشعاع للشعاع المستوي ABC يساوي كذلك أبنائي ماذا؟ يصبح 5 وناقص 2 وواحد سلمي صفر، هنا الصفر 1 2. لو نتابع هنا جيدا كم نجد أبنائي؟ إذا قلت هنا نعم، إذا هنا بهذه البساطة، إذا قلنا هنا 5 ناقص 2 1 مع ماذا؟ مع الصفر، لاحظوا، إذا ينتج هذا في هذا اللي هو صفر، وهذا في هذا ناقص 2، وهذا في هذا زائد 2 ويساوي صفر. إذا نحن على صواب، يكون يعني عمودي على كلا من الشعاع الأول للمستوي الأول لهذا المستوي وكذلك لهذا المستوي. بهذه البساطة هذا هو التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم. الآن نكمل مع شيء آخر. قال احسب المسافة بين النقطة A والمستقيم دالتا. لاحظوا جيدا، سوف أعيد هنا رسم الشكل، يعني من الشكل سوف تلاحظون بعض الأشياء التي من خلالها سوف تجاوبون بأنفسكم. هذا المستوي الأول وهذا المستوي الثاني، لاحظوا، وها هو المستقيم دالتا. ما هو المستقيم دالتا؟ عندنا نقطة A هنا في الفضاء، هل هذه النقطة هي في الفضاء؟ لاحظوا جيدا، لكن هذه النقطة لو ندقق جيدا لاحظوا ماذا قلنا؟ قلنا أن ABC ليست على استقامية وعندها مستويها هو معادلته، معنى هذه النقطة تكون أكيد في المستوي. إذا قلنا هذا هو المستوي، عفوا، إذا قلنا هذا هو المستوي ABC وهذا هو المستوي B، فتلك النقطة إذا قلنا ها هي تلك النقطة A، لاحظوا جيدا أبنائي نتابع، لو ندقق ما هي المسافة هذه؟ لو نلاحظ جيدا أليس هي نفسها المسافة؟ هو يريد منا أن نحسب هذه المسافة يا أبنائي التي بين، لكن لو ندقق جيدا هنا أكيد 90 درجة، إذا ها هي النقطة A، نحسبها هذه المسافة ما بين الـ A والمستقيم دالتا الذي باللون الأحمر. لو ندقق أليس هي نفسها إذا D ما بين النقطة A ودالتا، لو ندقق هي نفسها المسافة ما بين النقطة A والمستوي P. لماذا أبنائي؟ لاحظوا هذه المسافة التي أشير إليها هنا، لاحظوا هذه المسافة هي نفسها المسافة ما بين النقطة A والمستوي P، هذا المستوي الذي أشير إليه هنا، هذا المستوي نفسها النقطة A، البعد على تلك المستقيم هو على تلك المستوي. ما نقول D لماذا؟ ل A و P تساوي هكذا، وعندنا هذه الخطة هكذا وهكذا. ماذا تقول القاعدة أبنائي؟ نتابع، سوف نقوم بجلب معادلة المستوي، ركزوا لاحظوا، سوف نقوم بجلب معادلة المستوي P، ها هي أبنائي لاحظوا هنا، ها هي أمامكم، وعندنا إحداثيات النقطة. ماذا تقول؟ تقول القاعدة أن مربع هذا اللي هو هنا 1 وهنا زائد 4، هذا مربع زائد القيمة المضروبة في الزاد مربع اللي هي الواحد،
وفي البسط ماذا تقول قاعدة؟ في البسط تقول، ركزوا سوف أعلمكم هذه، لاحظوا ها هي أمامكم، لاحظوا الإكس في الإكس هذا في معامل كم؟ اللي هو اثنان في واحد زائد الصفر في الاثنان اللي هو صفر، زائد هذا في هذا اللي هو كم؟ ناقص واحد، زائد هذا الزيادة اللي هي زائد سبعة. ركزوا، تصبح دي تساوي، هنا لو ندقق كم تصبح لنا؟ هذه سوف تعطي لنا ستة، ستة زائد اثنان اللي هي ثمانية على ماذا؟ على جذر ستة بهذه البساطة. هذه المسافة هي نفسها المسافة ما بين النقطة أ والمستقيم دالتا يا أبنائي، لأنها قد شرحت ذلك. إذا قلت سوف نعيد الحساب ربما حتى لا نخطئ، إذا تعطينا هنا اثنان وهذه تسعة ناقص واحد ثمانية، وفي المقام قلت هذا مربع اللي هو الواحد والأربعة والواحد تصبح جذر ستة. إذا ها هي أمامكم أبنائي تلك المسافة بأبسط طريقة ممكنة فقط. الآن أبنائي سوف نأتي إلى السؤال الأخير، قال لتكن جي مرجح الجملة، لاحظوا أ واحد وبي ألفا وسي بيتا، حيث ألفا وبيتا عددان حقيقيين حيث مجموع المعاملات لا يساوي الصفر حتى الجملة تقبل مرجح. قال عين قيمة ألفا حتى تنتمي النقطة جي إلى المستقيم دالتا، يعني حتى تنتمي إلى هذا المستقيم. هنا حتى تنتمي أولا علينا أبنائي أن نستخرج إحداثيات الجي، نقول إكس جي يساوي هكذا أبنائي، وننطلق في عملية الحساب. ماذا تقول؟ مجموع المعاملات إذن واحد زائد ألفا زائد بيتا، ثم عندنا لاحظوا الإكس إذن هذا مع هذا كم يا أبنائي؟ لاحظوا يصبح لنا واحد في اثنان اللي هو اثنان، ثم هذا في هذا زائد ثلاثة ألفا، ثم هذا في هذا اللي هو ناقص ماذا؟ ناقص بيتا. هذه النقطة الأولى الإكس. نأتي الآن إلى الإيغراك جي بنفس الخطة هكذا، مجموع المعاملات دائما نتركه في المقام اللي هو واحد زائد ألفا زائد بيتا، ثم نأتي إلى البسط. في البسط كذلك عندنا هذا في هذا كم؟ صفر، يذهب مباشرة، ثم يعني لا نكتب هنا الصفر يعني لا يحدث شيء، تابعوا جيدا. ثم هذا أبنائي هذا في هذا كم؟ اثنان ألفا، ثم هذا في هذا ناقص اثنان بيتا. نأتي الآن إلى زاد جي بنفس الخطة أبنائي هكذا، مجموع المعاملات اللي هو واحد زائد ألفا زائد بيتا، ثم نأتي كذلك لاستعمال مع هذا في هذا كم أبنائي؟ لاحظوا يصبح لنا واحد، ثم هذا في هذا اللي هو صفر يعني لا داعي لكتابته، ثم هذا في هذا اللي هو زائد اثنان بيتا. هذه هي إحداثيات ماذا؟ الجي. الآن هذه إحداثية الجي أبنائي حتى تكون هذه النقطة جي أبنائي، لاحظوا جيدا هكذا، تكون تنتمي إلى ماذا؟ ركزوا أبنائي لاحظوا ها هي إحداثية جي، حتى تكون تنتمي هذه النقطة جي إلى المستقيم دالتا يجب أن تكون تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى متابع أنا، يجب أن تكون إذن حتى تكون جي تنتمي إلى دالتا يجب أن تكون جي تنتمي إلى ABC و جي تنتمي إلى الP، تصبح تنتمي إلى الأول وإلى الثاني فهي تنتمي إلى تلك المستقيم الناتج عن تقاطعهم. الآن حتى تنتمي أبنائي نتابع جيدا، لو نقوم بجلب معادلة إحداثيات النقطة جي ها هي أمامكم، لاحظوا ها هي النقطة جي، ونأتي بمعادلة الABC في الأول ونعوض للبحث عن قيمة ألفا. نتابع، إذا قلت سوف نقوم بوضع هذه القيمة
إلى هنا، لكن الإكس هنا لا يوجد، صفر. ثم نعوض هذه في هذا الموضع، ماذا ينتج؟ ينتج 2 ألفا ناقص 2 بيتا على 1 زائد ألفا زائد بيتا زائد 2 في، ركزوا الآن الزاد، ها هي قيمة الزاد، 1 زائد 2 بيتا على 1 زائد ألفا زائد بيتا، لاحظوا ناقص 2 يساوي الصفر. الآن نوحد المقامات، لما نوحد المقامات يعني الأمر سوف لكي نختصر الوقت، كذلك هنا يصبح هكذا، هنا تصبح هنا 1 زائد ألفا زائد بيتا، وفي البسط تصبح لنا 1 زائد ألفا زائد بيتا، نجعلها تساوي صفر. وحدت المقامات ونكمل، نضع خط كسر هكذا ونكمل العمل. إذا هنا عندنا 1 زائد ألفا زائد بيتا وهنا يساوي صفر، لكن هنا نكمل، تصبح 2 ألفا ناقص 2 بيتا، وهذا في هذا زائد 2 زائد 4 بيتا، وهذا في هذا ناقص 2 ناقص 2 ألفا ناقص 2 بيتا. نتابع جيدا ماذا سوف يحدث. لاحظوا هذه تذهب مع هذه، وهذا مع هذا مع هذا يذهب، وهذا مع هذا يذهب، تصبح لنا صفر على 1 زائد ألفا زائد بيتا يساوي صفر. إذا هنا مهما كان معناه وجدنا أن صفر يساوي صفر، لأن هذه أصلا لا تساوي الصفر. ومنه ماذا نقول هنا في هذه الحالة؟ إذا مهما يكن ألفا وبيتا في هذه الحالة، تابعوا، مهما يكن ألفا وبيتا، مهما كان، لأن كل شيء ذهب، لاحظوا هذا كليا ذهب، مهما يكن ألفا وبيتا أعداد الحقيقية تنتمي إلى R، فإن جي تنتمي إلى ABC مهما كان. الآن بقي لنا، هي الآن تنتمي، بقيت لنا الآن نعوضها مع المستوي P. ممكن هناك نجد حالات خاصة، يعني حالات التي تستثني عدم الانتمائية. إذن كذلك الآن نعوض أبنائي، بعد ما أكملنا مع هذه سوف نعوض في هذه، ونلاحظ ماذا سوف ينتج يا أبنائي، دققوا معي. يجي هنا إذا نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا، ماذا ينتج؟ ينتج 2 زائد 3 بيتا ناقص بيتا على 1 زائد ألفا زائد بيتا زائد 2 في، الآن نأتي إلى هذه، كم؟ 2 ألفا ناقص 2 بيتا على 1 زائد ألفا زائد بيتا، لاحظوا جيدا، ناقص الزاد، ها هي الزاد أبنائي، زاد جي معناه، كم هي أبنائي؟ لاحظوا هي 1 زائد 2 بيتا على 1 زائد ألفا زائد بيتا ناقص، عفوا، زائد، ها هي زائد 7 يساوي الصفر. ما علينا الآن إلا التفكير في توحيد المقام، هكذا أبنائي. الآن المقام نوحده كليا حتى تكون الأمور جد واحد، 1 زائد ألفا زائد بيتا، هنا نجعلها تساوي صفر ونبدأ. 2 هذا المقام 1، 2 لاحظوا جيدا، إذا قلنا ركزوا، الإكس قلنا ماذا؟ هو واحد، لاحظوا الإكس هو 2 زائد 3 بيتا ناقص 3، لا عفوا، هنا 3 ألفا، عفوا أعذروني، هنا 3 ألفا، أعذروني فقط، إذا قلت هكذا، نعم نعم بهذه البساطة نتابع، تصبح حتى لا نخطئ في الحساب، تصبح لنا 2 زائد 3 ألفا ناقص بيتا، هذه لي، ركزوا، نعم هكذا، ثم هذا يضرب في هذا، تصبح لنا ماذا؟ زائد 4 ألفا ناقص 4 بيتا، ثم هذا في هذا كم؟ ناقص 1 ناقص 2 بيتا، ثم نوحد المقام للسبعة اللي هي 1 زائد ألفا زائد بيتا، في البسط كذلك نضرب تلك، معناه نضرب نفس القيمة التي نضربها، هذه السبعة تضرب في هذه القيم، ماذا تعطينا؟ تعطينا زائد 7 زائد 7 ألفا زائد 7 بيتا، ركزوا أرجوكم أبنائي هكذا. ثم نلاحظ هل يمكن أن تختزل بعض الأمور، لاحظوا جيدا، عندنا هنا 7 بيتا، لاحظوا هذا مع هذه ناقص 6 بيتا مع ناقص بيتا، إذا هذا وهذا 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 ذهب، بقيت لنا
ثلاثة زائد هذه سبعة زائد هذه سبعة تصبح 14,000. وعندنا بقي لنا ماذا؟ اثنان ناقص واحد كم؟ هو واحد زائد سبعة معناه زائد ثمانية عالة. واحد زائد ألفا زائد بيتا يساوي الصفر، لكن قلنا أن هذا أبنائي لا يساوي الصفر من قاعدة المرجح، يصبح و 14 ألفا زائد ثمانية يساوي الصفر. ماذا ينتج أبنائي؟ سوف ننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح 14 ألفا يساوي ناقص ثمانية، يصبح ألفا يساوي ناقص ثمانية على 14 يساوي، نقسم هذه على اثنان وهذه على اثنان، تصبح ناقص أربعة على سبعة. ها هي قيمة الألفا. إذن قيمة، لأن قلنا أنه مهما كان أن الألفا والبيتا فإن الجي تنتمي إلى ABC، لكن في هذه الحالة لا. إذن حتى جي تنتمي إلى المستوي بي يجب أن يكون الألفا كم يساوي؟ ناقص أربعة على سبعة، ناقص أربعة على سبعة. كذلك بما أنها تصبح تنتمي هذه الجي إلى كلا المستويين، فإن إذن حتى تكون جي تنتمي إلى دالتا، لاحظوا نقطة بنقطة أبنائي، فإن ماذا أبنائي؟ فإن الألفا تساوي ناقص أربعة على سبعة بهذه البساطة. لماذا؟ إذا كانت تنتمي إلى هاتين المستويين فهي تنتمي إلى التقاطع اللي هو دالتا بهذه البساطة المطلقة. وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح، وزوروا موقعي اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا، كما نرجو منكم ثم نرجو منكم الدعاء لنا لكي نكمل مع أبناء المسير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.